طيب خلينا نشوف ترند الاهلي ونشوف اخر الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي على السوشيال ميديا. نبتدي بالوطن الرياضي، وهنا بيقول لك ايه، عبد الحفيظ يحذر لاعبي الاهلي من اختراق الفقاعه الطبيه في قطر. انا بشوف ان الخبر ده يعني اللي هو ايه محطوط كخبر وخلاص، يعني هو عايزين ننزل خبر مع كامل الاحترام يعني لزمايلنا في الوطن، فلان طبيعي جدا عمر ما حد هيخترق الفقاعه هناك، مفيش هزار، ولاعيبه النادي الاهلي اصلا ملتزمين، يعني عمرنا ما شفنا حد من النادي الاهلي بيخرج عن ال او ما بيبقاش ملتزم مثلا، وخصوصا في الامور اللي زي دي هيسيب يعني فقاعه ويخرج ازاي، يعني هيروح فين طيب يعني. فماشي مفيش مشكله. خلينا كمان نروح لخبر تاني من حساب في الجول على فيسبوك، وبيقولوا تخصيص 2900 تذكره لمباراه السوبر الافريقي، والاولويه لشراء التذاكر باسبقيه الحجز سواء لجماهير الاهلي او نهضه بركان. طبعا باذن الله تعالى هيكون جمهور النادي الاهلي هو يعني المستحوذ على نسبه كبيره جدا من التذاكر دي من 2900، لان الجاليه المصريه والاهلاويه بالتحديد هناك كتير جدا، وشفنا الكلام ده في كاس العالم، ودي صوره من مباراه الدحيل على ما اعتقد في كاس العالم للانديه. فان شاء الله ال 2900 او ال 2500 مثلا من جمهور النادي الاهلي اللي هيحضروا، لو 10 بس من جمهور النادي الاهلي هيفرقوا جدا مع الفريق في هذه المباراه. طيب خلينا كمان نروح لحساب في الجول، واللي بيتكلموا على الكاتب العام لنادي نهضه بركان ليه في الجول، يعني ده احد المناصب الاداريه داخل فريق نهضه بركان، واحد بيتقلد منصب اداري، واللي ليه تصريح مهم جدا بيقول ان مباراه الاهلي ليست مواجهه عاديه، لقد هرمنا من اجل تلك اللحظه التاريخيه، وتصريح يعني اكيد جيد جدا وفي تقدير واحترام كبير جدا لفريق كبير زي النادي الاهلي. هو قاسمي محمد الكاتب العام لنادي نهضه بركان. المباراه بكل الاحوال غايه في الصعوبه، هنقول بقى اصل نهضه بركان ماشي بشكل مش جامد قوي يعني في الدوري، نتائجه مش مستقره كمان من ده مش مقياس خالص خالص، دي مباراه كؤوس، هي مباراه واحده، فما تضمنش ايه الاستراتيجيه اللي هيلعب بيها نهضه بركان، ايه اللي في دماغه، ايه السيناريو المدير الفني بيجهزه، فلا قدر الله ممكن يقدروا يكسبوا حتى لو ظروفهم وحشه. فانت لازم تعمل 1000 مليون حساب لفريق نهضه بركان، وده اللي اكيد مدركه بشكل كويس جدا الجهاز الفني واللاعبين في النادي الاهلي، ان شاء الله يكونوا موفقين. طيب خلينا نروح للاهرام، وان الاهلي يفتح ملف تجديد عقود رباعي فريق الكره بعد السوبر الافريقي، قصدهم على مين؟ قصدهم على اجاييه وعمرو السوليه ومعلول وصلاح محسن. انا كل اللي اقدر اقوله لحضراتكم في الجزئيه دي تحديدا ان في توافق كبير، انا مدرك، انا بقول لحضراتكم ايه، في توافق كبير ما بين الاهلي وما بين الرباعي بخصوص التجديد. الميعاد هيكون امتى؟ اكيد في الوقت اللي يكون مناسب من وجهه نظر المسؤولين في النادي الاهلي يتم الاعلان عن كل التفاصيل. هل تم التجديد؟ لسه، لكن اكيد هيكون في كلام لما يكون في وقت مناسب للحديث بخصوص التجديد. هل في توافق؟ في توافق، في توافق واتفاقات مبدئيه، ده امر مؤكد بنسبه 100%. ان شاء الله نتمنى لهم استمرار لان هم رباعي مميز جدا. طيب خلينا كمان نروح للمصري اليوم او مصري الرياضي وحسابهم على تويتر، بيقول الاهلي يستقر على رحيل مروان محسن نهايه الموسم. والله ما حصل، والله ما حصل، ما فيش كلام ده خالص. احنا عارفين ان 90% تقريبا من اصدقائنا الصحفيين انتماءاتهم زملكاويه في المصري الرياضي، فطبيعي جدا، طبيعي جدا ان هم ممكن يكونوا بيحاولوا يعني يخلقوا حاله من الجدل. ممكن هتقول لي بقى انت مثلا تقول لي اصل مروان مستواه مش قد كده، او مروان يعني مش في افضل حالاته، ده بيحصل لاي لعيب في الكوره، لكن انا كل اللي اقدر اقوله لك ان مروان واحد في قائمه النادي الاهلي، وانت لسه بدري قوي على فتره الانتقالات المقبله، انت الموسم عندك ممتد لسه شهر تقريبا 9، فبالتالي انت محتاج لكل لاعب موجود في الفرقه، واكيد هتستعين بيه ومدير الفني اكيد هيلجا ليه يعني، وخصوصا ان احنا شفنا مروان قبل ما يتصاب كان عنده كدمه في الركبه، قبل ما يتصاب الراجل كان بيشارك وكان بيدفع بيه موسيماني، واخرها مباراه الزمالك اللي انتهت 1-1 كان بيدفع بيه موسيماني في المباراه. فمفيش اي تفكير خالص في الجزئيه دي خالص، ما تصدقوش اي حاجه من الكلام ده، مع نهايه الموسم يتم الدراسه واتخاذ القرارات.